انت روح الحضارة مجد تجلى ورقصة الموج للعشق تنسب نور تلألأ قيلا فجيلا تاريخ نحن في مدينة كوندي. في هذه المدينة سوق الحقيقة يبدو أنها نشطة، إن لم تكن نشطة كثيرا اليوم فهي يبدو أن لها تاريخ نشط، المحلات كثيرة. رح نتعرف إحنا إن شاء الله على السوق، لكن بعد ما نتعرف على ضيفنا في هذه الحلقة اليوم معانا الشايب حمود بن سالم بن خميس الغافري. شايب حمود، نعم، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش عباسك؟ طيب. ايش معدل؟ الحمد لله. يا مرحبا بك. يا حيبك. ساكن في هذه الدار انت؟ انا ساكن في هذه الدار. فين مولود؟ في عمان؟ في عمان. فيش من بلد؟ في البلد في الرستاق اللي كان قال الوشيل. في الوشيل؟ ايه. من الوشيل انت؟ في الرستاق؟ ايه. ما شاء الله. ايه. ومن جيت من هناك؟ من جيت يقارب جاي يقارب من 60 من جيت هنا. تحفظ يعني يوم جاي هنا كم عمرك؟ جاي كياس قبل 20 سنة. جاب 20 سنة؟ اه. ما شاء الله. اليوم انت في حدود 80 سنة. 80. وهيش قصتك في الجاية؟ قصتي على حال جاي إنسان حد ما يخصنا ما يدينا جاي نعزيه. كيف؟ حد ما يدينا هيه وجينا نعزيه. من عمان؟ من عمان. يعني سبب جيتك من عمان؟ جيتينا. جاي بس تواصل؟ واصل. ايه. اواصل. ايه. خلاف حد من يخصني قال نسير بالسلامة نسير باعة. انزين. متأخرنا عاد باعة، والله تعالى متوفي عاد باعة من جلست هنا. ومن جيت عاد ما رجعت؟ ما رجعت. رجعت قريب لسرت على الزيارة هنا. ايه. ومن هنا ركبت الخشبة البحر؟ خشبة من سرب السيب هنا. عند السيب؟ سيب. هي من هناك ركبت الخشبة؟ خشبة. زين. ايه.
تتذكر زين تتذكر؟ أنا أتذكر أنا. خبرني عن الجاية كيف كانت؟ جاي ساعة على أمور هنا حد من الرباع اللي متابعين عليه هنا. حد من يخصني هنا. أنت ما طالع وحدك؟ ما وحدي، حد من أخوي. كم واحد طالعين؟ أنا أبوي جاي الرباع أبوي يخصني أخوي. إيه أنت وأخوك؟ إيه. زين؟ إيه. يعيش؟ هات أو توفى. توفى. إيه. الله يرحمه. زين أنت طلعت ملوشل. ملوشل. بلاد بعيدة عن البحر الرستاق. إيه. ومشيت تركب البحر. إيه. كم يوم من هناك لين زنجبار؟ هين نزلت في زنجبار؟ زنجبار. كم يوم؟ يوم قياس من 18 يوم. يعني هذه خشب طيبة على سير. هذه واجد طيبة إذا 18 يوم. إيه 18. ما واجد. ما جلس في البحر ولا يوم واحدة يسوي ميه وهذا. إيه. إيه. وصلتوا عند رعاة العزاء. أديتوا الواجب. نعم. ما كان مفروض ترجع عمان في ذاك الوقت؟ إيه. كانت النية إنك ترجع عمان ولا ما ترجع؟ أبغى أرجع عمان لكن. فذاك الوقت فذاك الوقت. أبغى أرجع ذاك الزمان لكن حد بيخصني قال نصير باعة بالسلامة. شار عليك. إيه. إنك تبقى سنة. إيه. زين. ما الله تعالى جعل على سفر توفى هو. وأنا جلست عد. واستمريت. استمريت. زي طالع منك ما عندك أولاد ما عندك أسرة؟ ما في. ما كان عندك أولاد. ما عندي أولاد بعد ما متزوج. ما متزوج. زين. إيه. وطابت لك الدار عجبتك الدار ذيك الزمان طيبة زين ذيك الزمان إيه. طيب زين شاف حمود. نعم. تو من وصلت هنا. نعم. وديت الواجب وشار عليك ربيعك انك تجلس سنة هنا. نعم. انت جاي من هناك ما عندك شيء في جيبك. ما عندي شيء. ما عندك مال. كيف كونت نفسك هنا؟ من ساعدك؟ ساعدني حد انت عارف من جماعة جماعة جماعة. هي. وصونا حد. حد يخصني. يعني كانوا. كانوا يوم يجيوا العمانيين هنا حتى لو ما عنده شيء هيلقى لحد يساعده لو سلف معلوم انزين ذاك الزمان سوا سوا وانت ايش سويت خط قرض من حد بعد خطوه ذيك المده سويت قرض من الانسان سويت الدكاكين قليل هو ذا الدكان ما هنا مكان غير هين كنت كنت في مكاني قالوا بوغوني يعني بوغوني بعيد ايوه يعني ما بعيد لكن قياس 10 ميل 10 كيلو هي طيب واللغه ما عاصمتك اللغه شويه؟ عاصمتني لكن سوينا ان انسان يرباع وراعي الدار ويعرف ايه يرباع سوينا شركه انزين ويصير امورنا وانت في الرستاق في الوشيل يمكن أن انطقتها الوشل وشيل ما حد يتكلم سواحلي هناك ما حد يتكلم ما كذاك قبل كانوا هنا ما كذاهم يجيوا من اللي بعده ذاك الزمان انزين واحد انزين وتعبت تتعلمها تعبت ولا سهلة ما شد تعب واجد من كلامها عربي سواحلية لأنه أنا تعلمت حين من ذلك وأنا بغني في المساء أتبتهم انزين ايه جميل وبعدين كيف عاد استوت الحياة معك ايش سويت ايش سويت تجارة سويت تجارة ونعرف الناس كثير ونجي اولاد عرب كثير هنا درس اولاد عرب وبس عزمت تجلس عزمت واليوم انت واحد من التجار في هذا السوق واليوم انت واحد من التجار هنا تاجر في السوق اليوم هاليوم ايوه في كوندي كوندي اذا مو رايك تراوينا تدورنا في المكان شويه انا وين المكان على السوق
شوية لهنا زين ما بنتعبك. آه ماشي تعب وهتعب عليك. أنا وجهة ما بعيد زين. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء في دفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة. مرحبا عليا، مفاجأة سارة، سررت برؤيتك. أهلا أمينة، من أين حصلتي على هذه الأسماك الجيدة؟ تبدو طازجة جدا. هذه قطع أسماك طاقة مجمدة، اشتريتها من محل شركة الأسماك العمانية. إنها أفضل طريقة للعثور على سمك طازج في الصيف. هل تعتقدي أنه جيد؟ نعم، جودة عالية كالطازج تماما، فقط أزيل الثلج واتركيها لتتخلص من التجميد. لا تنقعيها بالماء وبعدها يمكنك طبخها كالعادة. الأسماك المجمدة جيدة مثل الأسماك الطازجة، عائلتي تحبها، جربوها أنتم أيضا. بعالمك نهتم، بعزيمة نتطور، بحيوية نسعى، لرؤى مختلفة، وبطموحاتك نتشارك. نفط عمان، اهتمامنا يتعدى الوقود. الطريق إلى الفوز تمر بي. معلومات عامة، حظ، تخطيط. العقرب، طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون سلطنة عمان. هذا أولادك تبوا يساعدوك؟ هذا أولادك هذا؟ هذا ولدي. هذا ولدك. السلام عليكم، كيف حالك؟ زين، ايش اخبارك؟ يا مرحبا وسهلا. تشتغل مع الشايب انت؟ ولا ميكانيك؟ ميكانيك انت. اشوف اللبس، عدة ميكانيك هذه. ايه، كيف حالك؟ كيف الشغل؟ كيف الشايب؟ ساعدوه، يحتاج مساعدة الشايب. ساعدوني. وهلاك ولادك؟ خسوني لي. هاي اللي خسوني. نعم زين. خل هاي تفضل. هذا مقهوي هناك. مقهوي؟ قهوه. ابا قهوه. اتوس تقول لك نتقهوه؟ تعال نتقهوه. اتي لك تاخذهم شوي. هذا لهذا يسد هذه. سد سد من غير تاخذهم. لا تسوي له قهوه. نبغى نضوق قهوتكم شوي. تعال اجلس هنا. جلس. لا اجلس انت. هي اللي مقهوي، من اللي مقهوي؟ مقهوي. هاي تعال. كيف حالك؟ خير؟ الحمد لله. سلام الحمد لله. كيف حالك؟ شايب كيف حالك؟ يا مرحبا. كيف حالك يمينك؟ هذا كرسي، كرسي. كيف حالك؟ ايش معدل؟ خير؟ ساكن هنا؟ من هذه الدار؟ من تكون؟
جلس من اسمك؟ اي جلس احمد. من من؟ من سعود. من سعود؟ من راشد. من راشد المسايدي. وسبعة انعام. حياك شايب احمد. جاره شايب حمود؟ معاه شايب حمود؟ نعم. ساكنين رباعة؟ ساكن. كلكم هنا في كوندا. شي عندك تجارة انت؟ تجارة. تجارة بعشرة؟ ماشي بعشرة؟ ها؟ يا حياك. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. انت قهوة؟ مرحبا. انت قهوة؟ مساء الخير. كيف حالك؟ كويس. خير. تبغى قهوة؟ تعال تعال. وعلى اعطيك داك دوم. اعطي الشاي. اعطيه. ما احبك يزورني يعني في ها؟ شيء يزورني في مانعينك عنها؟ ايه. زين. تفضل شاي. تفضل. 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 شاب احمد. احسنت. هذه قهوه هنا ذي. القهوه مال هنا حب مال البر يا تبو. من البر؟ من البر. لانه يزرع فيها البن افريقيا. يزرع. يزرع يا تبو. حتى هنا يزرعوا لك هنا ذي الايام ما يزرعوا. احمد. تختلف على حرب. كيف؟ كل زعفران حلاوه ذيك. هين؟ بو هنا. أبو هناك؟ أبو هناك هو اللي مال ذاك. بيكون نسيتها أنت أبو هناك. ها؟ نسيتها قهوة عمان. أبو عمان طيب. ها؟ نبى قهوة أبو عمان. إيه. مادي. مادي. زين جيتها عمان مرة ثانية؟ إيه. جيتها عمان؟ جيت. متى؟ مرتين صرت. مرتين؟ إيه. تحفظ إيش من السنوات؟ والله ما أحفظ. ما أحفظ. يعني. من زمان؟ من سنين واجد؟ قياس من 10 سنين. جو 10 سنين. زين. ورحت لوشيل؟ رحت لوشيل ومكان قال الحزم هناك. حزم معروفة. أخوي هناك. أخوك هناك بعده. إيه. زين. يلك أهل كثيرين هناك؟ ها؟ أهلك كلهم هناك؟ أخوي وولاده هو. هي. كل حد على مكان سا. زين. وانتظريت على ذا المكان. أنا ذريت ما حصلت على سيرتي هناك. إيه. كيف ما حصلت؟ قال أنت ما على المكان مالك ما جيت في الأول. ما رحت من الأول أنت؟ ما سويت من الأول على ما ياتوا جواز. حل جواز. إيه. وخلاف طلبت؟ طلبت قال ما تحصلوا ثانية ما عندك أولاد كبيرين ما يدخلوا في الجواز. يستوين؟ حقك تحصل إذا بغيت. من حقك تحصل إذا بغيت. لكن لازم من هناك يتابعوك الاخوان. اخوانك يتابعوك من هناك يتابعوا لك الموضوع. ايه معلوم. نعم. وكيف لقيتها عمان يوم جيت عمان؟ كيف لقيتها؟ من زمان لقيتها زين عمان. غير عن يوم طالع عمان؟ ما تقول شيء. زين على الموقع ما حديث. ايه زين. حد من ارباع اولادنا مولدين هناك هذاك بخصوا بعضنا بعض. نعم. فيهم خدمه. طيب عمان. تو اولادك انت هنا ولا حد منهم في عمان؟ ما حد في عمان. كلهم هنا؟ نعم. زين. ما بغيت توديهم عمان يكون يتعلموا هذا؟ لا عندي سماياتون درب على نوصل عمان. لا لا مفروض يعطوك درب. احنا ناخذ درب من هنا اللي. وسونا على مدي 3 شهور بس. على الفيزا. ايوه. لان المفروض الواحد يقدم طلب ويقدم له من هناك يعني. يقدموا لاخوانه يعني. يكون يمشي الموضوع. ومستقر هنا انت؟ مستقر. ماشي حيلة ما اسوي. فذي السوق. كم صار لك في هذا السوق؟ في هذا السوق نعم. قدر كم صار لك؟ كم سنة في هذا السوق؟ السوق كوندا. قسمين 10 سنين عدتين. 10 سنين. وقبل قلت لي في مكان ثاني. ايه مكان زمان. مكان ثاني. وكيف حركة السوق هنا والبيع والشراء؟ على قوتي إنساني قوته بشارة حسن الحركات بقوته. أيوة. على حوال على مو عنده قوة.
كل شيء على شيء. صح. كان عندك قوة فترسل كان تحصل وهي. لكن كياس كياس هذا كياس لي. ولازم حد يساعدك يكون. ما حد يساعد. الأولاد يساعدوك. يساعدوني يساعدني. الأولاد يساعدوني. زين هذا السوق أول ما جيته كيف كان تحفظه؟ أه؟ أول ما جيته ذا السوق. إيش كانت حالة السوق هذه؟ السوق كان واجد عرب فيها؟ واجد عمانيين؟ زمان واجد واجد سوق كلهم عرب كثيرة ذاك الزمان. زين وكيف السيرة بينكم؟ السيرة بينكم أنتو وإخوانكم العمانيين وكذا؟ طيبة ذاك الزمان طيب لك أنتو عاد ماشي عاد ما حد باقي؟ ما شيء تو ذا المكان باقين أنتو من؟ هذا واحد اسمه علي علي بن حميد لكن مجهول ما انسان داخل باقين هنا. نحن في أوربي نعمل لأجلكم. هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية. نحن فخورون بتزويدكم وقود الطاقة. نحن شركاء في دفع عجلة التنمية. أوربيك، نحن نصنع وقود الحياة. طمنا ايش عنا للعشاء؟ دجاج؟ لا، عنا سمك. السمك رائع ومذاقه طازج جدا، لكن نحن في الصيف. من وين حصلت السمك؟ هذه قطع أسماك طاقة المجمدة، اشتريتها من محل شركة الأسماك العمانية. فقط أزلت الثلج وتركتها لتتخلص من التجميد، وبعدها طبختها كالعادة، فهي تأتي بأفضل جودة وصحية للغاية. الأسماك المجمدة جيدة مثل الأسماك الطازجة، عائلتي تحبها، جربوها أنتم أيضاً. جبنة أبو الولد، ما أروع طعم الشجاعة، غنية بطعم القشطة الشهية. مربعات جبنة أبو الولد الجديدة، تذوقوها الآن. في شهر رمضان المبارك إذا كان الإنسان خارج بلده يحس بالحنين والغربة، لأنه يفتقد روحانيات هذا الشهر العظيم. لمت الأهل، لمت الأخوة والأصحاب والأولاد لما تسمع في الشوارع في عمان. شوق لبلادنا والأحباب والعائلة والأخوان. أتمنى أن أرجع في أقرب فرصة إلى 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 عمان بحيث أن أكون قريب من أهلي وأصدقائي. ريحة بلادي ستستمر حتى أعود إلى الوطن. تضوي قلوب غربتنا فيها مشاعرنا تحن بحر سماء أرض وطن نشتاق نشوف أحبتنا. قد تجمع حولنا كون جميل يهدينا وعد الرمشنا كي نفهمه. أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200 LX. يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع.
وضع حبات من التمر وكوب من اللبن، ممكن تعطيك حاجتك الغذائية ليوم كامل. علشان نتعرف على فوائد التمر واللبن وغيرها، تابعونا في رمضان في تمر ولبن. كيف رمضان هنا؟ رمضان زين. يختلف يختلف عن عمان؟ لازم هنا يختلف على رمضان سا واحد رب واحد. الرب واحد والدين واحد. إيه دين واحد ما يختلف. إيه. لكن تختلف الطبيعة في المكان. طبيعة عندي شوف الزين يستوي زين. إيه. إذا أنت تشوف الأشياء زينة بتكون زينة. إيه. صح. هذا كلام صحيح. ايه زين. ايه زين. اسالك عن اول. ايه هذه المعيشه الطويله والله يطول في عمرك ان شاء الله لستين سنه، قبل ان تكون شيء تلفونات، كيف كنت تتواصل مع الاهل اللي في البلاد؟ ذاك زمان ما نتواصل غير بالويف نشوف البوكس. زين. نوصل من عندهم حادثهم على هيه. على ما سيبنا هنا ورباتنا شيء شيء بروة شيء بوكس. وكنت تكتب مكاتيب حلها مكاتيب. من تكتب المكتوب إلين يجيك الرد كم ياخذ؟ ياخذ كيسة 20 يوم. 20 يوم؟ هيه. وأكثر؟ جيله أكثر جيله هذاك حيدر. زين. قول شهر يبغى لك إلين ما تعطيهم علومك ويعطوهم ويعطوك علومهم. وتو ما تتواصلوا؟ نتواصل. نتواصل تلفون. نعم. مثلا با كم اليوم أو. هي. كذلك. مرة واحدة. زين. كانت هذه اليوم حلقتنا وجولتنا في سوق كوندي، وتعرفنا على الشايب حمود اللي عطانا قصته والقصة الجميلة اللي جابته إلى زنجبار ثم إلى الجزيرة الخضراء بيمبا. وهذا حال كثير من العمانيين هنا من شيابنا اللي موجودين سواء في زنجبار العاصمة تعد أو في اللي هي الجزيرة الثانية الجزيرة الخضراء بيمبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا وسهلا، حياك الله.